دكتور، يمكن من أكتر وأهم المشاكل اللي بتواجه نسبة كبيرة من الناس هي زيادة الوزن، فبالتالي بنحتاج لشفط الدهون وكمان لشد الجسم أو لشد الترهلات. جزء كبير قوي برضو من الناس بيخاف من فكرة العمليات، وجزء تاني بيبقى مقبل عليها، ولكن القرار الأول والأخير بيكون لدكتور التجميل ودكتور التجميل الشاطر. ودي أنا عايزة أحط عليها مليون خط، لأن في كتير جدا دلوقتي بقوا بيدعوا إن هم دكاترة التجميل، بيخشوا يعملوا عمليات وبنفاجأ بكوارث بتحصل. إمتى دكتور التجميل بيقرر إن الحالة دي محتاجة تعمل عملية ولا لأ، وبناء على إيه؟ أول حاجة، مشكلة السمنة من أكتر الحاجات اللي بنقابلها في عياداتنا كل يوم. يعني يمكن لو هنقول إن 60-70% من الشكاوي بتبقى سمنة من الرجال والنساء على سواء، لأن الناس بتتخيل إن الستات في مصر هي اللي بتاكل كتير والرجالة لا، ده مش حقيقي خالص. الرجالة بيجولنا بكرش كتير جدا، وعشان كده طلعوا قالوا كرش موضة، عشان يعني كرش موضة وكرش عز والكلام اللي احنا بنقوله ده كله عشان نداري المشكلة السمنة اللي عندنا. لا، ده مش حقيقي خالص. احنا عندنا مشكلة سمنة كبيرة في مصر، يمكن ما احناش اكبر دولة في العالم فيها مشكلة السمنة زي ما الناس متخيلة. يمكن امريكا هي نمبر 1 في مشكلة السمنة دي، انما ما زالت المشكلة دي موجودة عندنا. والمشكلة ان حتى مع التقدم اللي احنا فيه والتكنولوجي والساتلايتس والناس بتتفرج وتشوف الفنانات عاملين ازاي بره وجوه، وستيل احنا مش بناخد بالنا من اكلنا. الاكل والرياضة هما المفتاح عشان ما يبقاش فيه مشكلة السمنة. احنا بناكل كتير قوي، وبناكل اكل غير صحي على الاطلاق، وبناكل في مواعيد غلط، وبناكل من غير ما نبقى عايزين ناكل. بناكل تسلية لوقتنا، يعني احنا قاعدين في البيت في الشتاء مش بنعمل حاجة، لازم بقنا بيلعب بنتسلى في اي حساب. فستق، كاجو بقى طول الوقت، والجانك فود طول الوقت. والجانك فود دي كارثة من كوارث الزمن. هي الجانك فود لانها نسبة الدهون والكالوريز اللي موجودة فيها اعلى من اي حاجة ممكن نتخيلها. يعني لو كلنا ساندوتش صغير جدا من حاجة من الماركات المشهورة بدون ذكر اسمائها، يعني بتديني كالوريز اعلى بكتير قوي من لو كلت طبق هيلثي فود، سلطة وبروتين وخضار. ده مش موجود خالص في الجنف. فمشكلة السمنة هي أول مشكلة بنقابلها. اللي بيخش لنا بيشتكي من سمنة، أول حاجة لازم يبقى فاهم مشكلته، يبقى جاي وعارف إن هو عنده مشكلة سمنة. لأن أول حاجة المريضة بتخش تقولها لنا، والله ما باكل يا دكتور، ده أول كلمة. وأول رد بيبقى عندنا مفيش تخ من غير أكل. فلازم نوقف الأكل أو نقلل وننظم كمية الأكل اللي احنا بناكلها مع لعب الرياضة، قبل ما نبتدي to seek advice، إن أنا أتحرك أروح عند جراح تجميل أو دكتور تغذية وأقول له إن أنا عندي مشكلة سمنة.